تلتقي مع حدا يقلل من قيمة الرقص، شو الجواب اللي بيكون؟ لا يعني شو جوابك بيكون؟ حضرتك امرأة مثقفة، امرأة انا ممكن اقلل من قيمة اي حاجة في الدنيا وممكن اعلي من قيمة اي حاجة في الدنيا. اكيد هو بيشتغل حاجة، وانا ممكن أي اقل مهنة ممكن اي تكون مهنة ممكن وضيعة أو بالظبط كده. راقية حسب نحن كيف نقدمها. طبعا طب أنا يعني مالي ولو شوي هيك دخلت بهالموضوع، بس حقيقة بحب يعني ناقش لأنه هيدا المجتمع هيك طيب، فينا. حضرتك بتعتبري مثلا اللي بيلم الزبالة ده شغلته مهمة ولا مش مهمة؟ لا أكيد مهمة، مهمة جدا جدا، مهمة، لأنه لو جدا قرر ما مهمة، يشتغلش لمدة أسبوع أي بلد في الدنيا هتعطل تماما. صحيح. يبقى هي مهنته مهنة محترمة. طب انت شو الرقص الشرقي شو بيقدم؟ أولا كونك تساعدي مخلوق على الأرض دي قدرة محدش يقدر يعملها. كونك تقعدي 45 ساعة دقيقة سعيدة قادرة تاخدي السعادة، ده في حد ذاته عمل فظيع. لأن اللي فينا بقى بيضحك 5 دقايق أو بينشرح قلبه 5 دقايق بيقول النهاردة كان يوم حلو. فلما حد يديكي سورت اوف سعادة لمدة ساعة أو 45 دقيقة لازم تعملي له شابوه. البعض بيقول لك هالسعادة مقترنة بالإثارة، منا مش معقول ست هتبقى قاعدة بتتفرج عليا هيبقى مقترن بالإثارة إلا لو كانت شاذة.